أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حد الخوف الذي يجوز معه موالاة الكفار والقلب مطمئن بالإيمان؟ الموالاة ما تجوز يا أخي، الموالاة ما تجوز، لكن الموافقة، الموافقة في الظاهر، موافقة في الظاهر تجوز عند الضرورة، وتسمى مدارات، تسمى مدارات أو تسمى دفعا للإكراه، موافقة في الظاهر. أما في القلب لا، ما يجوز، ما يجوز لك توافقهم في قلبك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالموالاة لا تجوز بحال من الأحوال. أما الموافقة في الظاهر فتجوز بشروط كما سبق لكم. نعم.